نظمت وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة ندوة بعنوان الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي، وتم خلال الندوة استعراض جهود أجهزة الدولة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي. في إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ، فقد نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي، بحضور نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المختصين وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من طلبة الجامعات المصرية وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكوكبة من رجال الفكر والإعلام. قضية التغيرات المناخية النهاردة هي يعني تعتبر من أهم القضايا اللي بيهتم بيها العالم كله، بتتجه أنظار العالم كله النهاردة لجمهورية مصر العربية، الدولة المنظمة للكوب 27 اللي هو مؤتمر الأطراف الخاص بالتغيرات المناخية. التغير المناخي ده على أعتاب أي دولة، وممكن يحصل مشاكل في أي وقت، واللي بيحصل النهاردة هذه التوعية أو هذه الندوة بأن احنا نحط إيدينا على كل المحاور التي ممكن أن تساهم في أن احنا نجابه مشكلة التغير المناخي، دي أكيد حاجة مهمة جدا. تناولت الندوة والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تتطرق إلى الأبعاد الأمنية الناتجة عن ظاهرة التغير المناخي عدداً من الموضوعات، والتي تأتي في مقدمتها الجهود الأمنية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وجهود مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة هذه الظاهرة. بنتناول الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخ في هذه الندوة ليه؟ لأن الحقيقة أن غالباً ما بيحدث على أرض الواقع أن بيكون رجال الشرطة هم أول من يتصدى للتغيرات المناخية. يعني مثلا لو اخذنا مثال ظواهر السيول اللي هي بتكون ناتجه عن تغير المناخ، ربما ان احنا بنجد ان اول من بيتعامل معها هي بتكون وزاره الداخليه. الامن حاضر بكل المعايير في اي تغيرات مناخيه وفي اي تاثيرات ستنتج عنها. تغيرات الامن المناخيه هتؤثر على حياه البني ادم، سواء في حقوقه الاساسيه او في حقوقه انه ينعم بامن على هذه الارض. احنا بنتكلم على الامن الغذائي، أمن في مجال الطاقة، والأمن في مجال المياه. يعني هي بقت مسألة أمن، ما هيش مجرد عندنا مشكلة بيئية، في مشكلة تغيرات مناخية يبقى نتعامل معها بمعزل عن الإطار العام اللي هو التعامل مع أزمات معنية بالغذاء والمياه والطاقة. الحقيقة أنه يتصدى أكاديمية الشرطة ومركز بحوث الشرطة لظاهرة التغير المناخي وتأثيراتها الأمنية على المجتمع هامة للغاية، خاصة وأن احنا بنستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف للتغير المناخ كوب 27 واللي هينعقد إن شاء الله في مدينة شرم الشيخ. وقد أثمرت مناقشات الندوة عن عدد من التوصيات، في مقدمتها تضافر كافة الجهود الوطنية لمواصلة العمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخاذ كافة الإجراءات للحد من استهلاك صور الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة، والاستثمار في الطاقة النظيفة البديلة، وإطلاق مبادرات جديدة طموحة تواكب توجهات الدولة في ذات الإطار، والتوسع في تنفيذ خطط وبرامج توعوية إعلامية وتعليمية وثقافية لتعريف كافة فئات المجتمع بتداعيات التغيرات المناخية والانعكاسات المختلفة الناجمة عنها. الدور الكبير اللي بيقوم به مركز البحوث في أكاديمية الشرطة إنه بيناقش الملفات من المتخصصين من خلال دراسات مبنية على منهجية علمية، من خلال بيانات سليمة ودقيقة بمنتهى الشفافية. ده بيساعد في رفع الوعي المجتمعي بشكل كبير. الحقيقة الندوة النهاردة كانت دسمة جدا، بدأت الصبح إن احنا بدأنا نتعرف على أثر التغيرات المناخية وإن هي إزاي ممكن تضر باقتصاد، ممكن إزاي إيه أسباب التغيرات المناخية دي عامة. أكيد الندوة دي عرفتني حاجات جديدة وعرفتني معلومات أكيد ما كنتش عارفاها قبل كده. طبعا أنا بشكر وزارة الداخلية على إقامة مثل هذه الندوات لأن هي بتزود الوعي، وأنا بشكر كمان الكوادر الكبيرة اللي كانت جاية تتكلم النهاردة لأن هي فتحت نقط في عقلنا إحنا كشباب علشان المرحلة الجاية. إحنا كنا بنسمع تغير مناخ تغير مناخ، بس ما كناش عارفين احنا ايه الكوب 27 وايه الكلام ده كله. ففكره ان هم يسمحوا للشباب بحضور ندوات زي دي او ان هم يعقدوها اصلا، دي حاجه كبيره جدا للشباب وللمرحله الجايه.
إسهامات فاعلة من وزارة الداخلية لرفع الوعي البيئي لدى المجتمع والتوعية بأهمية قضايا التغيرات المناخية وأبعادها الأمنية، وبلورة رؤية واضحة في هذا الإطار. الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي ندوة تتسم بأهمية كبيرة عقدتها وزارة الداخلية مع قرب انعقاد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وتأتي أهميتها بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية قضايا التغير المناخي. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.